بدها مي باردة مثل ما لك شاية، وبدها منشفة مبلولة بمي، وطبعا بالظهر ما فينا نطلع. يعني أكتر شيء بنطلع إذا بدنا نطلع الصبح بكير، وبعد الظهر يعني بعد الساعة 6-7 على هذا الجو، لأنه جو كتير شوب، مو بس من شاننا نحن، كمان من شان السيارة. ميتين من الحر، وقام ننقل بهالحر عمرنا 60 سنة ننقل مي بهالحر.